هذا الكرنفال، هذا الكرنفال الرياضي، هذا الكرنفال الشعبي أتى بجهود يعني كبيرة من الحكومة المركزية ومن الحكومة المحلية، كان جهودهم واضح، وأيضا القائمين على النشاط الرياضي. فرحة العراقيين مرتين، الفرحة الأولى بجمع إخوانهم العرب هنا في البصرة الفيحاء، والفرحة الثانية هو بتتويج المنتخب العراقي بلقب هذه البطولة الذي انتظرناه وانتظرناها سنين طويلة. مبارك لشعبنا، مبارك لكل القائمين على هذا العرس الرياضي الكبير، وإن شاء الله ينتظرنا في قادم الأيام استحقاقات كثيرة ويكون العراق متميز في كل شيء. شكرا رئيس. أنت رياضي اليوم، المباراة نارية. أيه أكيد. جول بجول. أكيد أكيد أكيد. كانت مباراة ندية، كانت مباراة قوية، وكلا الفريقين أدى ما عليه، ومبروك لمنتخبنا وهارد لك للمنتخب العماني.